السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد، وهو عن الجزء الثاني من أخطر 15 مخلوقات خطيرة ستجدها في المحيط، التي لا تريد مواجهتها أبدا. وشاهدوا رقم 1 في نهاية الفيديو فهو الأفضل دائما. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة، ونبدأ على بركة الله. رقم 8. أسماك البيرانا. البيرانا هي أحد أنواع الأسماك التي تعيش في المياه العذبة، لكنها خطرة جدا، فإنها تتميز بأن لديها أسنان حادة جدا تشبه الشفرة الحادة. وأسماك البيرانا تقضي معظم وقتها في الصيد، فإن لديها شهية مفتوحة دائما لأي لحوم، سواء كانت لحوم أسماك أو حيوانات أو حتى بشر، لذلك فهي تقضي على أي كائن حي بمجرد تواجده في منطقتها. وذلك بالإضافة إلى أنها سمكة متنقلة باستمرار في مجموعات كبيرة ولا تحافظ على مكان واحد لها، فإنها ليس لديها منطقة محددة وقد تتفاجأ بوجودها في أي مكان متصل بالمياه العذبة. وتمتاز البيرانا بحاسة شم رائعة، فإن وجود دما في الماء يجعل هذه السمكة في حالة هيجان أشبه بالجنون، كما أنها تحس بأية ذبذبة غير مألوفة في الماء من حولها، وأي حركة في الماء تؤدي إلى جذب أسماك البيرانا إلى موقع الحركة مباشرة وفي مجموعة كبيرة. وباستطاعة أسماك البيرانا أن تبتلع الأسماك الصغيرة كلها دفعة واحدة. وأما في حالة المخلوقات والأسماك الكبيرة، فهي تقوم بمهاجمتها عن طريق تمزيقها لقطع صغيرة، وتبتلع تلك القطع بأقصى سرعة لأكل أكبر قدر ممكن. وتشير الإحصائيات إلى أنه في البرازيل تحدث أسبوعيا حوالي 40 حالة من الإصابات، وذلك يكون نتيجة هجوم وحوش البيرانا. وتعيش البيرانا في نهر الأمازون والأورينوكو وأنهار غيانا ونهر بارانا ونهر سان فرانسيسكو. رقم 7. الأخطبوط ذو الحلقة الزرقاء. الأخطبوط ذو الحلقة الزرقاء هو واحد من أكثر الحيوانات البحرية السامة في العالم، وذلك على الرغم من صغر حجمه جدا، فإن حجم الأخطبوط ذو الحلقة الزرقاء يتراوح بين 12 إلى 20 سنتيمترا، ويمكن التعرف عليه من خلال الحلقات المنتشرة على جسده والمميزة باللونين الأزرق والأسود. وعند استفزازهم فإنهم يغيرون لونهم خلال ثلث ثانية كتحذير نهائي قبل الاستعداد للهجوم، فيقومون بتحويل لونهم من اللون الأصفر إلى اللون الأصفر الساطع مع وميض لامع باللون الأزرق في كل حلقة من حلقاته. وإذا استمر التهديد سيتخذ الأخطبوط وضعا دفاعيا، وسيكون الشخص في خطر التعرض للتسمم إذا تم لمس الأخطبوط. فبالرغم من أن السم يتم إنتاجه في الغدة اللعابية للأخطبوط، إلا أنه يمكن العثور على سمه تقريبا في كل عضو وغدة في جسمه، وحتى في المناطق الحساسة، وحتى في بيضه، فإن الأم تقوم بحقن السم في بيضها حتى تحميه، وذلك لجعله يفرز السم حوله عند الفقس فيميت السم أي كائنات ستحاول الاقتراب من الصغار. وإن الأخطبوط ذو الحلقة الزرقاء يشكل خطورة كبيرة على البشر إذا تم استفزازه عند التعامل معه، نظرا لأنه ينتج سما عصبيا قويا جدا، ويمكن أن يؤدي إلى الوفاة في غضون دقائق إذا لم يتم علاجه. وعلى الرغم من صغر حجمه لكنه يحمل سما كافيا لقتل 26 شخصا بالغا في غضون دقائق، عن طريق لدغات صغيرة غير مؤلمة، لدرجة أن العديد من الضحايا لا يدركون أنهم تسمموا. رقم 6. سمكة الإبرة. سمكة الإبرة هي سمكة نحيفة يتراوح طولها من 3 سنتيمترات إلى 95 سنتيمترا، وأكثر ما يميزها هو منقارها الطويل الضيق الذي يحمل أسنانا حادة متعددة، فمناقرهم الحادة قادرة على إحداث ثقوب عميقة داخل الضحية. وإن سمكة الإبرة قادرة على القيام بقفزات قصيرة من الماء بسرعة تصل إلى 60 كيلومترا في الساعة، فهي تغوص عبر المياه باتجاه مصدر الضوء بسرعة عالية، وخصوصا مصدر الضوء الاصطناعي في الليل، فإنه يحفزها بشكل كبير للقفز تجاهه، مما يعرض البشر المتواجدين ليلا في منطقة مضيئة بجانب البحر للمهاجمة من قبل سمكة الإبرة. وقد تسببت سمكة الإبرة في العديد من الإصابات الخطيرة للبشر، وكان منها العديد من الإصابات المسببة للوفاة. ففي عام 1977 كان طفلا يبلغ 10 سنوات يصطاد مع والده ليلا، فقفزت سمكة الإبرة من الماء تجاه الضوء فاخترقت عينه ودماغه فأردته قتيلا،
وفي عام 2007 توفى فتى فيتنامي يبلغ من العمر 16 عاما بعد تعرضه لطعنة في قلبه. وقد كانت الطعنة بمنقار سمكة إبرة أثناء الغوص ليلا بالقرب من خليج هالونغ. وفي عام 2013 توفي شابا سعوديا في الدمام متأثرا بنزيف حاد، وكان ذلك نتيجة إصابته بطعنة من سمكة الإبرة في الجانب الأيسر من رقبته. وفي عام 2018 قتلت الإبرة جنديا من القوات الخاصة التابعة للبحرية التايلندية. رقم 5. الأنقليس الرعاد. الأنقليس الرعاد هو أكثر أنواع ثعابين السمك الكهربائي شهرة، وذلك على الرغم من أنه يوجد حوالي 500 نوع من الأسماك لها القدرة على إحداث تفريغ كهربائي، إلا أن الأنقليس الرعاد أكثرها قدرة على إنتاج تفريغ كهربائي قوي. ويستخدم الأنقليس الرعاد التفريغ الكهربائي في كشف الأشياء الموجودة تحت الماء، وفي الاتصال بأسماك الأنقليس الرعاد الأخرى. وأيضا يستخدم التفريغ الكهربائي لشل حركة فريسته، فالأنقليس الرعاد قادر على التحكم في الجهاز العصبي لفريسته عن طريق قدراته الكهربائية، فيمكنه منع الفريسة من الهروب أو إجبارها على التحرك حتى يتمكن من التحديد الدقيق لموقعها. وعندما يريد الأنقليس الرعاد أن يفرغ شحناته الكهربائية، فإن كل خلية من خلياته تعطي شحنة صغيرة من الكهرباء، وقد يؤدي مجموع الشحنة الناتجة من هذه الخلايا الكهربائية إلى إنتاج تفريغ كهربائي قوي، يجعله يستطيع من خلاله قتل سمكة صغيرة عند صعقها أو شل حركة إنسان إذا لمس جسده. والأنقليس الرعاد سمك جسده رفيع لكنه طويل للغاية، فإن طوله عادة يكون حوالي 2.5 متر ويزن حوالي 20 كيلوغرام. ويعيش الأنقليس الرعاد في الأنهار الطينية في شمال أمريكا الجنوبية، وذلك مثل نهري الأمازون والأورينوكو. رقم 4. البراكودا العظمى. البراكودا العظمى هي سمكة يبلغ طولها من حوالي 60 سنتيمتر إلى 100 سنتيمتر، وتزن من 2.5 كيلوغرام إلى 9 كيلوغرامات، ويمكن أن تتجاوز بعض الأفراد هذا الحجم بشكل استثنائي. فقد تم اصطياد عينة بلغ طولها 1.70 سنتيمتر وكانت تزن حوالي 47 كيلوغرام. وتتميز البراكودا العظمى بأنها تشبه الرمح في المظهر، ويبرز الفك السفلي لفم البراكودا عن الفك العلوي، ولديها فكين قويين جدا مليئين بالأسنان القوية التي تشبه الأنياب غير المتساوية في الحجم. وقد تم الإبلاغ عن تعرض السباحين للعض من قبل البراكودا، ولكن مثل هذه الحوادث نادرة وربما تكون ناجمة عن استفزازها، أو أنه ناجم عن ضعف الرؤية. فقد تخطئ البراكودا في الأشياء التي تلمع معتقدة أنها فريسة. رقم 3. القرش الأبيض الكبير. القرش الأبيض الكبير الشهير باسم الموت الأبيض، أحد أبرز المفترسات البحرية المعروفة قديما وحديثا، وهو نوع ضخم من أسماك القرش، ويشتهر بأحجامه الهائلة. فقد عثر عبر السنين على أفراد وصل طولها إلى 6 أمتار أو أكثر، وتعدى وزنهم 2 طن. وتملك القروش البيضاء الكبيرة تسلسلا هرميا للهيمنة يعتمد في مرجعيته على النوع والحجم والمنطقة، فالإناث تهيمن على الذكور، والقروش الأضخم تهيمن على الأصغر، والمقيمون في المنطقة يهيمنون على القادمين الجدد. ودائما ما يحتل القرش الأبيض الكبير المرتبة الأولى في قائمة الحيوانات المهاجمة للبشر. وقد تسببت عدة لقاءات لأفراد من البشر مع القرش الأبيض الكبير بالعديد من الإصابات الخطيرة للبشر، ونتج العديد من الوفيات عن مهاجمة القرش الأبيض الكبير للبشر. ولكن عندما تصطدم القروش مع بعضها خلال الصيد فإنها تحل نزاعاتها عن طريق طقوس واستعراضات للقوة، ونادرا ما تلجأ إلى القتال المباشر مع بعضها. ويعيش القرش الأبيض الكبير حوالي 30 عاما، ويتواجد في جميع المسطحات المائية وجميع محيطات العالم الرئيسية. رقم 2. سمك الراي اللاسع. سمك الراي هم أسماك غضروفية لا تحتوي على العظام مثلها مثل القروش. ويتميز سمك الراي بأطرافه اللاسعة المسممة التي يستخدمها في الدفاع عن النفس. والطرف اللاسع مغطى بطبقة رقيقة من الجلد وهي غمد غشائي يمر منه السم. وقد يصل طول الطرف اللاسع لسمك الراي إلى ما يقرب من 35 سنتيمترا. ويتراوح حجم سمكة الراي من 18 سنتيمترا إلى 2 مترا أو أكثر. وبالرغم من أن الراي اللاسع يكون غير مؤذي، ولا يهاجم الإنسان في الأماكن التي اعتاد على وجود البشر فيها، إلا أنه عادة ما تحدث بعض اللسعات في حالة السير فوق سمكة الراي بدون قصد،
فإنه يتميز بجسد مسطح يسمح له بإخفاء نفسه بشكل فعال من خلال تحريك الرمال والاختباء أسفلها، وذلك بالإضافة إلى أن بعض الأنواع الأكبر حجما قد تكون أكثر عدوانية ويجب توخي الحذر عند الاقتراب، فإن رد الفعل الدفاعي للراعي اللاسع سيكون باستخدام أطرافها اللاسعة المسممة، وذلك قد يتسبب في التعرض لإصابات خطيرة مؤلمة جدا ونادرا ما تشكل تهديدا للحياة أو الوفاة. لقد وصلنا إلى رقم 1 وهو الأفضل مع قناة صحي عقلك، ولكن أولا تأكدوا من الاشتراك والإعجاب للحصول على المزيد من مقاطع الفيديو الرائعة، وشاهدوا ما يناسبكم من العديد من الفيديوهات المعلوماتية المتنوعة والممتازة على القناة تشجيعا لنا لنستمر في إنشاء المزيد من هذه الفيديوهات. رقم 1. رجل الحرب البرتغالي. رجل الحرب البرتغالي هو كائن يشبه قنديل البحر ظاهريا، إلا أنه كائن استعماري من عائلة السحاريات التي تتكون من العديد من الحيوانات المتطابقة وراثيا، فإن شكله يوحي بأنه كائن منفرد، إلا أنه عبارة عن مستعمرة من عدة كائنات، وتتحد تلك الكائنات لتكوين مستعمرة تعمل معا كفرد واحد، ومعظم المستعمرات تكون مميزة بجزء منتفخ يكون لونه بالأزرق أو الأرجواني ويطفو على السطح، وهو الجزء الأكثر وضوحا للمستعمرة والذي يعمل كجهاز تعويم وإبحار للمستعمرة، مما يسمح للمستعمرة بالتحرك مع الرياح السائدة، وقد يتراوح طول هذا الجزء من 9 سنتيمترات إلى 30 سنتيمترا، ويتفرع من هذا الجزء العائم تفرعات رفيعة وطويلة جدا تبقى في الغالب تحت الماء، ويتراوح طولها بين 10 أمتار إلى 50 مترا، وتحتوي على سم شديد لقتل الأسماك الصغيرة والروبيان، فإنه لديه سم قوي بما يكفي لقتل الأسماك، ومن المعروف أيضا أنه أحيانا يمكنه قتل البشر، ولكن ماذا سيحدث عندما تتقابل تلك المخلوقات الخطيرة مع بعضها؟ ومن سيفوز منهم عند القتال؟ ومن سيكون الأقوى بينهم؟ ونرجو أن تشاركونا برأيكم في التعليقات، وتابعونا على حسابنا على الفيسبوك وإنستغرام ليصلكم كل ما هو جديد، وتجدون الرابط في صندوق الوصف. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة، تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله، في أمان الله ورعايته.